الحلم شفت المنارة فهم قلب الإشارة شليت راية حبيبي بدا يوم الزيارة شفيت حب الحقيقي أضل ماشي الطريقي حبيب الله وعشيقي حسين وحسين حسين وحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كربلاء الحسين ونهضة الإمام الحسين عليه السلام. كان هناك رسالتان، رسالة الدم ورسالة الكلمة والموقف. رسالة الدم لعلها من الرسائل المهمة التي أرسلها سيد الشهداء عليه السلام في تلك الصحراء. رسالة الدم تلك الرسالة التي خطت للتاريخ بأحرف من دماء الحسين عليه السلام أن لهذا التاريخ اسم آخر وحركة أخرى. التاريخ الحسيني ابتدأ منذ انبثاق الرسالة المحمدية الغراء. التاريخ الحسيني منذ تلك اللحظة التي خضبت بها جبهة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحمل بين يديه قرآنا ليقول للعالم إنها شريعة السماء، إنها وراثة الأنبياء، ها أنا ذا أحملها بين يدي لأخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم، هكذا هو الحال عندما نجد أنفسنا أمام حركة التاريخ الجديدة التي سجلها سيد الشهداء عليه السلام بروحه، ذلك الجسد الطاهر الذي تخضبت بالدماء أو تخضب بالدماء وتلك الأوداج التي شخبت بذلك الدم الطاهر، حتى قال إمامنا الصادق عليه السلام: أشهد أن دمك قد سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش. هكذا كان لرسالة الدم في كربلاء واضحة، أو أن لها خطا بيانيا تجسد بكل معانيه على امتداد الثورات التي انطلقت من تلك الدماء الطاهرة الزكية. فكانت الثورات المتلاحقة تحمل اسم الحسين عليه السلام، وما زال إلى يومنا هذا، حيث تلك العصابات الإجرامية التي تحاول أن ترجع رسالة رسول الله إلى عهد الجاهلية. انتفض الحسين عليه السلام برجاله الأشداء، برجال الحشد الشعبي، برجال العقيدة والفداء، ليقولوا للعالم بأن ذلك الدم الطاهر الذي خضب أرض كربلاء إنما أينع وأزهر وأثمر رجالا ما زالت إلى يومنا هذا تحمل ذلك الألق المتجذر الذي تجذر من تلك الأرض الطيبة. هذه رسالة الدم. أما رسالة الكلمة والموقف، فما زال الحسين عليه السلام على ألسنتنا وعلى شفاهنا. ما زالت الكلمة تأخذ بعدا وأبعادا كثيرة في التاريخ. ما زالت الكلمة تتحرك لتجسد ذلك الألق الذي فعلا كان جذوة في كربلاء. هيهات منا الذلة، هذا الشعار الخالد الذي أعلنه سيد الشهداء عليه السلام في تلك الصحراء وبعيدا تماما عن وسائل الإعلام. كان الحسين عليه السلام ينادي ويقول: هيهات منا الذلة. هذه الكلمة كان لها موقف
وهذا الموقف تجسد ما بعد كربلاء. نعم، إنه موقف الحوراء زينب عليه السلام، تلك المرأة التي نظر إليها الأعداء على أنها امرأة مسبية لا قيمة لها لا بالقول ولا بالفعل. ولكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن كلمة الحسين تحولت إلى موقف عند زينب سلام الله عليها، فاندرجت تلك الكلمات على فم الحوراء زينب لبوة علي في ذلك المجلس سواء في الكوفة أو الشام، فقلبت عاليها سافلها. وكان لهذا الموقف الذي سجلته الحوراء زينب عليها السلام امتدادا طبيعيا لهذه القلوب التي هي الآن على مرأى المسافات. نعم، على مرأى المسافات تسير القلوب في سفر اسمه سفر العاشقين، سفر العاشقين إلى هذا المثوى الطاهر. فداء 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 إليك يا حسين يا أبا عبد الله، فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان طيبا ضوعا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لنهجك من مهيعي. فيا أيها الوتر في الخافقين فذا إلى الآن لم يشفعي، شممت ثراك فهب النسيم، شممت ثراك يا حسين فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي. يا أبا عبد الله، هذه قلوب الوالهين العاشقين في سفرهم، والخطوات تترى وتتسارع لتصل إليك يا أبا عبد الله، فضمها إليك، ضمها إليك أنت وأخيك أبي الفضل العباس، وإن كان تعذر عليه أن توجد له يدان أو كفان، ولكننا نعلم أن أبي الفضل أو أبو الفضل عليه السلام يحتضن زواره بقلبه الكريم. إذن هي سفرة العاشقين متواصلة، وما زالت أدمعنا وأعيننا وقلوبنا تنادي في كل لحظة وفي كل آن لبيك يا حسين.
تحياتي إلى كل زائر كريم يدخل كربلاء، وقلبي ومشاعري كلها أضعها بين يديه. هذا الزائر الكريم الذي هو ضيف الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، عليك أيها الزائر أن تكون مؤدباً بأدب المولى عليه السلام. نحن نحتاج أن نكون مؤدبين أمام الحسين في تعاملنا مع الآخر، في نظراتنا، في قلبنا الذي لا يشك في مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأنك أيها الزائر الكريم عندما تصل إلى كربلاء فإن هناك سيداً عظيماً يستقبلك ويقول لك أهلا وسهلاً بك. ولهذا عندما يأتي القلب وفيه شك في مقامات محمد وآل محمد لا تنطبق القاعدة الروحية أو الولائية، أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، لا تنطبق مع من يحمل شكوكا في مقامات أهل البيت. لهذا أيها الزائر الكريم الطيب عندما تأتي إلى كربلاء أفرغ محتواك من كل صنم يعيش معنا، وخصوصا في زمننا هذا الكثير من الأصنام في داخلنا أصنام إنسانية. توجه إلى المولى وقل له روحي فداك وكل حياتي فداك، مالي وولدي ونفسي ودمي وكل شيء فداك، كما يصنع الأبطال الآن في الحشد الشعبي والقوات الأمنية عندما أرخصوا دماءهم الطاهرة الطيبة الغالية ليقولوا للحسين لبيك يا حسين. نعم، هذا نداء الطيبين. أنا في خدمة إخواني وأعزائي ضمن هذه الفترة التي خصصتها لمن يحاول الاتصال، والاتصالات كثيرة طبعا نعتذر في أغلبها عن استقبال الكثير من الاتصالات، وأنا في خدمتكم. وإذا كان هناك اتصال من أخ أو أخت فأنا معها إن شاء الله أو معه إن شاء الله. نعم، إذا من البصرة الأخت عبير، سلام عليكم يا أخت عبير. السلام عليكم. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبو عبد الله. لبيك يا حسين، أعظم الله أجرنا وأجركم بهذه الفاجعة الأليمة، وأعظم الله أجوركم. اعطيني لي صوت حبيبي سجاد، اعطيني صوت مباشر. تفضلي يا عبير، تفضلي. الحمد لله على سلامتك عمو ماشي وان شاء الله والله تحيانا في السلامه. الله يخليكم ان شاء الله، رحم الله والديكم. الله يحفظكم. السلام عليكم يا، السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن فاطمه الزهراء، السلام عليك ابن امير المؤمنين، السلام على زينب الحوراء الذين بقصائد لا تكتبون، حتكم ويا زينب بيت بيتين من تكتر خاف تصير ديوان، زينب وينها وين الدواوين، زينب وينها وين الدواوين. آه يا زينب لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا حسين، لبيك يا شهيد. الله يحفظكم ويحفظ قناة الإمام الحسين فضائية جميع العاملين فيها. الله يحفظكم إن شاء الله، الله يخليكم. شكرا، شكرا يا عبير، شكرا. من وياي يا أخوي سجاد حبيبي زاهر؟ نعم ساهر من بغداد. السلام عليكم. ساهر من بغداد. حياك الله اخوي، اهلا وسهلا بك حبيب قلبي. تفضل. الحمد لله على السلامه. الله يخليك ولبيك يا حسين. الله يخليك حبيبي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بنائك عليك مني، سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر عاتي في زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وحتى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك أبي الفضل عباس. شوف
شلونك استاذ مقداد؟ الحمد لله اخوي، الحمد لله بخير، رحم الله والديك يا حبيبي. والله استاذ لك الدعاء ان شاء الله احنا الاربعاء ان شاء الله متوجهين ان شاء الله لامير المؤمنين وهناك الى كربلاء ان شاء الله يا اخوي. ان شاء الله تكون خطوه الى ملاك عصر الزمان ان شاء الله، ولا نحتاج الدعاء ولا ننسى بارك الله فيك من الجيش العراقي والحمد لله بارك الله فيك، الله ينصرهم ويثبت اقدامهم، يحتاجون الدعاء الى الابطال كل من يحافظ على العراق. بارك الله بك، الله يخليك يا ساهر، شكرا لك، وان شاء الله احنا ما ننسى كل اخواننا اعزائنا، وما ننسى اللي وصونا بالدعاء والزياره في يوم الاربعين. وانا اليوم بالتحديد يعني نزلت منشور على الفيسبوك على صفحات الاثنين انه ان شاء الله بخدمتكم في زياره أربعين الحسيني، أرسلوا أسماءكم على صفحاتي الخاصة وإن شاء الله أنا أدي زيارة نيابة عنكم. تحياتي لكم. نعم، خلي أخذ الأخ مصطفى من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، حياك الله. أضمن لكم أضمن أجوانا وجودكم بأربعين الإمام الحسين. سلام عليك. الله عليك. سلام الله عليك. السلام عليكم المقدس على الدواحش ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شلونك استاذ العزيز؟ الحمد لله بخير، رحم الله والديك. ان شاء الله والصحة. الله يخليك حبيبي، رحم الله والديك. ان شاء الله صحة والعافية. احنا دائما عليك احنا. رحم الله والديك، شكرا. تذكرني. نعم نعم نعم، الله يحفظك. بعدين ان شاء الله. الله يخليك. حياك الله. الله يخليك. سمعنا عليك بشغل وسمعنا على خدام الحسين ان شاء الله، خادم ان شاء الله يوصل. سمعنا على مداباتهم يوصل يوصل حبيبي على ملاك احتون ان شاء الله. ان شاء الله دعينا دعينا لك ان شاء الله اطلع من شفاته وادعي لك ان شاء الله بالسلامه توصل يا حبيبي. رحم الله والديك، الله يوفقك، رحم الله والديك. شكرا يا مصطفى. نعم اخوي سجاد، منو؟ سيد مصطفى من كربلاء. السلام عليكم يا سيد مصطفى. عليكم السلام، اهلا سيد مصطفى، شلونك حبيبي؟ لبيك يا حسين. اهلا خالو، لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. الحمد لله، شلونك خالو؟ زين ان شاء الله. الحمد لله. اهلا سيد مصطفى الورد، شلونك انت؟ زين؟ انا حيك. الله يحفظك، الله يخليك. خلي اسمع، خلي اسمع لبيك يا حسين من عندك. لبيك يا حسين ما شاء الله. لبيك يا حسين ما شاء الله. هاي مصطفى انت سويها مثلي لما تنادي تقول لبيك يا حسين. عافية سيد مصطفى، عافية. عافية 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 حبيبي، الله يوفقك إن شاء الله. شكرا سيد مصطفى، شكرا حبيبي. نعم، منو أخوي العزيز؟ نعم، خلي أخذ الأخت رغد من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم عمو بايان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم على هذا البرنامج. رحم الله والديكم ان شاء الله وياكم. اذا تسمح لنا بالزياره عمو. اي تفضلي رغد، تفضلي عمو، خدمتش، تفضلي. خاتم الحسين ان شاء الله، اللهم صل على محمد وال محمد. ان شاء الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي. اخواني اعزائي اذا تنتقلون الى اجواء المشايه الله يحفظكم. السلام عليك يا سيدي ومولاي ابا عبد الله الحسين، وعلى اخيك ابو الفضل العباس، وعلى اختك الحوراء زينب. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم احفظ زوار الحسين بحق محمد وآل محمد، اللهم اغفر زيارة سيدي ومولاه، اللهم عدل لوليك الفرج، اللهم انصر الحج الشعبي والقوات الأمنية يا الله، اللهم شافي كل مريض وشافي مرضانا بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله. أما بايات أنا حملة أمانة. نعم. تهدينا خطوات من الإمام الحسين عليه السلام من كربلاء. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. الله يوفقك إن شاء الله تدعينا بالزيارة. ان شاء الله انا اخر يوم ان شاء الله اطلع من الحله واوصل لكربلاء، على مود اقول لهم للناس انه هواي وصوني
بالزيارة والدعاء مشي، فأنا على مود أستوفي النذر مالتي بالنسبة لأخوان. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله وكل خدام الإمام إن شاء الله محمد وآل محمد إن شاء الله أجمعين يا رب، أجمعين أجمعين أجمعين، رحم الله والدي. شكرا يا عم رغد. خلي أخذ الأخوة أم محمد. السلام عليكم يا أختي أم محمد من النجف الأشرف، السلام عليكم. إذا كانت موجودة الأختي الكريمة. بلي موجودة. تفضل يا أم محمد أنا بخدمتك. السلام عليكم. عليكم السلام. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. أعجب مولاتي صاحب قصر الزمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عبد الله الإمام الحسين. الحمد لله وشكرا. أرجو من أجلكم دعاء شفاء أبي المريض وأطلب من أجلكم الدعاء. إن شاء الله بحق الزهراء فاطمة وسيدتي مولاتي العقيلة زينب اللي هي تستقبلك وتستقبل كل النساء، أنه إن شاء الله الشفاء لوليديك والشفاء لكل مرضى المؤمنين والمؤمنات. إن شاء الله لبيك يا حسين. لبيك يا حسين إن شاء الله يا رب. لبيك يا إن شاء الله هي تسمعك مولاتي زينب سلام الله عليها. الله يحفظك يا أختي أم محمد. رحم الله والديك. نعم. الأخ رائد من ميسان. محمد أنا رجعت بس محمد أبو عايا. أبحث يعني أستاذ محمد الغراوي. أي. أهلا حبيب قلبي هذا. حبيبي. الحمد لله على السلامة. حبيبي نور عيني، حبيبي استاذ محمد حبيب قلبي رحم الله والديك. الله يخليك والله صحت من شفتك واسمع صوتك. الله يخليك يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل. شلون صحتك؟ أنا دائما الله أشكرك، أنا دائما أذكرك وأذكر الأبطال اللي كنا وياكم بجهاز مكافحة الإرهاب يا نور عيني يا حبيبي. الله يخليك على راسي. انا مشتاق لك هواي فدوى حبيبي فدوى يا نور عيني حبيبي. انا اذا انت زين وبنيتك زين ان شاء الله. فاطمه شلونها؟ فاطمه شلونها؟ والله الحمد لله الحمد لله خير وسلامه. الحمد لله. انت شلونك؟ انا زين الحمد لله. الحمد لله والشكر نور عيني حبيبي. الله يخليك والله فرحت هسه من شفتك واريد من يمك انت تدعي لي يم الامام الحسين شلون والجميع مقاتلين. شلون ما ادعي لك وادعي لكم انتم الابطال ابطال الفرقه الذهبيه جهاز مكافحه الارهاب، شلون انا ما ادعي لك استاذ محمد؟ الله يخليك ادعي لك وادعي الله يخليك على السلام. رحم الله والديك حبيبي وسلامي لاخوانك استاذ محمد. واني اني بالنتيجه زياره خاصه الى ابطال جهاز مكافحه الارهاب اللي كنا وياهم بالموصل، وكل التحايا لك حبيبي استاذ محمد. فرحتني. الله يخليك حبيبي. فرحتني حبيبي. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. وصلها. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. ان شاء الله ان شاء الله لك زياره خاصه. ان شاء الله وانا اشرف بيك حبيبي استاذ محمد. الله يخليك حبيبي الغالي. نفس مجال لاخوتنا الله يخليك يشاركونا. الله يخليك حبيبي الغالي. الله يخليك. شكرا استاذ محمد شكرا. محمد الغراوي طبعا من ابطال الفرقه الذهبيه. رائد محمد، وأنا مو لأنه هسه هو دا يتابعني، ولكن هذا البطل بأخلاقه وبطولته، وكان ينتظر مولود طبعاً، وكان ينتظر هذا المولود، ولكن الواجب حتم عليه، الواجب حتم عليه أنه يلتحق في قضية تحرير الموصل. عاف أخيتي الطيبة زوجته عافة حامل والتحق بجهاز مكافحة الإرهاب وقال أنا ما أدري شنو الشكل بنيتي هسه. الله يحفظه إن شاء الله ويحفظك حبيبي أستاذ محمد. فرحتني بهذا الاتصال. فدوى أروح لك حبيبي وسلامي الأبطال جهاز مكافحة الإرهاب اللي أذاقوا داعش وعلموه شنو معنى الرجولة، وهم أطفال صغار كلهم شباب صغار بس يأكلون القاع أكل. حياك حبيبي سالم محمد البطل محمد الغراوي. خلي اخذ ايضا محمد من المدائن. سلام عليكم. السلام عليكم. اهلا اهلا يا ابو جاسم شلونك حبيبي؟ الحمد لله. حياك الله محمد شلونك؟
الله يسلمك مشتاقين والله. الله يخليك. السلام على الحسين. السلام عليكم. على اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. الله يخليك يا محمد. الله يسلمك. حبيت عليك لان سمعنا مريض وحتى بصفحات الفيسبوك يعني والله حبيت نطمن عليك. فدوى محمد انا استلمت رسالتك قبل كم يوم بس ما رديت عليك حبيبي. الله ممنون. مرة حتى تصل الله يتصل رقمك الخاص ما حتى يجد ومتى يحصل. اي مو هي مشكلة انا عندي السبب الرقم صارت وان شاء الله محمد ان شاء الله لما تجي الى كربلاء. انا لك بشفاء العاجل ان شاء الله. انا مزور لك زيارة نيابة لانه انت شوية صعوبة عليك الزيارة. الله انا ازور لك زيارة نيابة حبيبي. الله يسلمك خليك. الله تسلم لي يا طيب اشكرك حبيبي محمد شكرا جزيلا سلامي لاخوانك سلامي لاصدقائنا. لبيك يا حسين لبيك يا حسين حبيب قلبي الله يوفقك. نعم منو يا اخويا؟ نعم هند الاسدي من بغداد. سلام عليكم يا السلام هند. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الله الاجر. عظم الله لك الاجر ان شاء الله. وربي يوفقك ان شاء الله. ولبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين ستظل مدى السنين. والالف الحمد لله على سلامتك وربي يحفظك. الله يحفظك. ان شاء الله انت عندك هواي محبين جينك بالحشد وجينك بالقناه وربي ما يحرمنا من هذا الصوت المبارك والله يعطيك العافيه والله فرحتنا بشوفتك وبقالتك الحلوه. جزاك الله خير ان شاء الله يحفظك مولاي الحسين. وامي وصتني تريد تسلم عليك والله دموعها تبكي من شافتك تريد تسلم عليك. خدمه انا بخدمتها بخدمتها. وياكم مهندسه. اهلا. الو الو السلام عليكم يا ام شلون؟ هلا هلا بالحجي. الحمد لله بخير رحم الله والديك. ان شاء الله السلامه يا ضيف. تسلمين يا نور عيني تسلمين حبيبي. والله دعاء خاص لك بالامام موسى بن جعفر رحت قلت له بس اشوفه على طول يمشي. ممنون ممنون رحم الله والديك هذا فضل من عندك. الله يسلمك يا يحفظك الله. فضل فضل هذا من عندك والله رحم الله والديك. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. اللهم صل محمد. على محمد وآل محمد. إن شاء الله يا أمي العزيزة أختي العزيزة إن شاء الله أني خدمتكم إن شاء الله. وإجمال إيش قد بقى من الوقت أستاذ أحمد؟ نعم الطين يا أخوي العزيز. نعم يا محمد السلام عليكم. محمد من الدجية السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامتك. حياك الله يا أخوي أهلا وسهلا بك حبيبي رحم الله والديك. رحم الله والديك. أريد زيارة من عندك تدعينا وأنا واخذ بك للزيارة وحاليا إن شاء الله أنا ما أنساك من الزيارة والدعاء أخوي العزيز. والله أتى الله على والديك والله يشفع عليك. رحم الله والديك رحم الله والديك شكرا جزيلا إن شاء الله. ممنون أبو جهاد. الله يخليك. إذن إخواني أعزائي كربلاء الحسين كربلاء التي كانت كما قلت هي بعيدة جدا عن وسائل الإعلام في ذلك الوقت. يزيد بن معاوية عليه لعائن الله على أبيه كان يحاول أن يجعل من قضية كربلاء إنما هي بقعة صغيرة خرج فيها شخص يطلب السلطة. فما كان من خليفة المسلمين الذي هو خليفة الفاسقين إلا وأن يتصدى لمن حمل هذا المطلب أنه يريد أن يجلس على ذلك الكرسي الذي شعر يزيد بن معاوية على أن كل كيان إنما يتمثل بهذا الكرسي. قرأ أو لم يقرأ فلسفة علي بن أبي طالب، قرأ أو لم يقرأ ثقافة علي بن أبي طالب، يزيد بن معاوية قرأ أو لم يقرأ ماذا أسس علي بن أبي طالب عليه السلام في الأمة الإسلامية قبل أن يتسيد معاوية. علي بن أبي طالب عليه السلام أخرج طلابا في هذه المدرسة مدرسة الحياة طبعا طلابا كانوا هؤلاء الطلاب بمثابة علم مركوس على الأرض
وهذا العلم ما زال ساريا إلى يومنا هذا لينادي في كل مكان على أن الذي قام به الحسين عليه السلام إنما هو امتداد لعلي، امتداد للزهراء وخروجها، امتداد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا كان الحسين عليه السلام واضح المبدأ، ما خرجت لطلب الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وأسير أيضا بسيرة جدي رسول الله. إذن إخواني أعزائي أخذ فاصل إن شاء الله، هذا الفاصل الحسيني الذي أسميه مهنيا فاصل، ولكنه هو روح تتحرك فينا عندما نجد حشود الزائرين وهي واقفة على أعتاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتنادي بأعلى صوتها وبصرخاتنا التي اعتدنا أن ننادي بها ونصرخ. حياكم الله أخواني أعزائي أخواتي جميع من هو في سفر العشق، في سفر الحب الذي انبثق من كل مكان، فكان كسيل عارم ما زال إلى يومنا هذا يتدفق ويتدفق أرواحا
ونفوس. عندما نادى سيد الشهداء عليه السلام في كربلاء: ألا هل من ناصر ينصرني؟ تعددت القراءات حول هذه الكلمة، وأنا أكثر من مرة قلت وكررت على أن هناك رؤية خاصة جاءت ممن هو ينتمي إلى مدرستنا أو يدعي أنه ينتمي، على أن تلك المرحلة كانت مرحلة خطرة. لماذا؟ لأن سيد الشهداء بدأ يستنصر. أقول إلى كل من يشعر على أن سيد الشهداء يستنصر: إنما أنت تحاول إفراغ الحسين عليه السلام ومنهجية الإمام الحسين وشخصية الإمام الحسين وإرث الإمام الحسين، تحاول إفراغه وجعل شخص يحاول أن يستغيث في كل لحظة. يمكن واحد يقول إذن لعد شنو هاي الكلمة ألا هل من ناصر ينصرنا؟ هذا وضع طبيعي كلش، الإمام الحسين يستغيث ويستنصر. لا يا حبيب قلبي، كل إنسان يسمعني هسه، الحسين عليه السلام عندما قال ألا هل من ناصر ينصرني أراد أن يجعل خطا مائزا ما بين الحق والباطل، ما بين معسكر الحسين ومعسكر يزيد، ما بين الحق الذي يتمثل بسيد الشهداء وما بين الباطل الذي يتمثل بيزيد. أنا أنتقل الآن وبعد ذلك أكمل معكم، أنتقل الآن إلى الزميل العزيز محمد تقي، وهو يعني متواجد في منطقة ولعله أجواء الزيارة واضحة جدا، أكون معه. سلام عليكم يا محمد. تحياتي لك محمد حبيب قلبي. نعم يا مقدار، شكرا لك على هذا الانتقال، حياك الله أنت وجميع المشاهدين الأكارم. نعتذر أن الصوت قليلا يعني غير واضح بسبب كثرة المواقف وتزاحم المواقف في مركز المدينة. أنا الآن في باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام، تواجد للمواقف بشكل كبير جدا. اليوم هي عزيات المواقف الحسينية من جميع أنحاء العالم وجميع محافظات العراق، جاءوا ليلبوا النداء ويعزوا سيد الشهداء. تشاهد بكاميرات القناة المنتشرة يعني صعوبة التنقل والحركة بسبب كثرة المواقف الحسينية ويعني صعوبة التنقل في هذا المكان. أيضا اليوم الزوار بدأوا يصلون لكربلاء المقدسة بأعداد هائلة جدا. للآن المنافذ الحدودية ما زالت تستقبل الزوار لاتصالنا يعني مع الأخوة في المنافذ الحدودية والمداخل الحدودية. للآن ما زال الزوار يدخلون إلى العراق ويتوجهون إلى كربلاء المقدسة، يا أما من محافظة واسط أو من الديوانية أو عن طريق النجف الأشرف ومطار النجف الأشرف. يعني زميلي اليوم عندي مجموعة من الضيوف لننقل هذه الأجواء، وهم من أصحاب المواكب الحسينية. وأبدأ مع صاحب موكب. السلام عليكم، أعظم الله أجركم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نتعرف بحضرتكم وعظم الله أجركم. عظم الله أجورنا وأجوركم، خادمكم خادم الإمام الحسين الحاج محمد السعدي أبو منتظر من هيئة مجانين الحسين موكب عقيلة بني هاشم الشيرازية الكاظمية المقدسة. شلون شفتوا الأجواء اليوم كربلاء؟ بما أنه اليوم بالتحديد يعني اختارته المواكب الحسينية لتنزل إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام لتخرج يعني مواكب العزاء وتلبي النداء لسيد الشهداء، هل هناك تنسيق مع العتبات المقدسة مع المواكب الحسينية في دخول هذه المواكب أو سير هذه المواكب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إن هذه الأعداد الذي ترونها والذي يرونها الأخوة المشاهدون من أقصى الأرض إلى أدناها أعداد هائلة، وأن مدينة كربلاء المقدسة حقيقة كرقعة جغرافية لا تسع هذه الأعداد، ولكن هنالك رعاية ربانية من الله سبحانه وتعالى
على أنه هذه الأرض تستوعب الأعداد المليونية التي تتجاوز 20 أو 30 مليون زائر سنوياً. ولكن هنالك بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى وبركة الإمام الحسين تنسيق مع الجهات المختصة من هيئات المواكب الحسينية ومن الجهات الأمنية ومن العتبات المقدسة لتسهيل الأمور للمواكب، وفي نفس الوقت تسهيل الأمور للزوار الوافدين الداخلين والخارجين للمدينة لأداء هذه الشعيرة. احنا حتى يعني ما نطول عليكم، نكملون خدمتكم لزوار الامام الحسين عليه السلام. رسالتكم لجميع زوار الامام الحسين. والله يا اخي رسالتنا الى زوارنا الكرام، ونحن نكون خدم لهم ان شاء الله واخوانهم الذين يسهرون على راحتهم وخدمتهم وتقديم كل وسائل الراحه للزوار، زوار ابي الاحرار الامام الحسين. ولكن نحن نطلب من أخواننا الزوار الالتزام بخلق وأخلاق ومبادئ الإمام الحسين الذين بذلوا مهجهم وكل ما يملكون في سبيل استمرار هذه الملايين واستمرار الدين واستمرار هذه الشعيرة وإحياء ذكرى محمد وآل محمد. جزيلا لك. إذن يا مقداد، يعني أنا راح أستمر بنقل هذه الأجواء، ومثل ما شاهد استمرار المواكب الحسينية بالدخول لكربلاء المقدسة وبالأخص إلى حرم الإمام الحسين، الأجواء مكتظة بشكل لا يصدق، يعني حتى يعني صعوبات كثيرة من الصعوبات في نقل هذه الأجواء بسبب التزاحم الكبير، وايضا ارتفاع يعني اصوات يعني المكبرات الصوت التي هي تصدع بحب الامام الحسين عليه السلام داخل هذا المكان. ايضا اشاهد هذا العام تنظيم كبير للمواكب الحسينيه من ناحيه دخولها وخروجها من مركز المدينه. انا راح استمر بنقل هذه الاجواء، وراح تكون عندي بعض اللقاءات الاخرى، لكن راح ارجع لك للاستوديو وارجع مره ثانيه. محمد تحياتي لك حبيبي، محمد تقي تحياتي لك والله يوفقك. وانا ادري شويه قضيه الصوت والامور هاي يعني ما تخليك انه تاخذ بسهوله يعني راحتك واسترسالك بالكلام، ولكن جيد. عاشت ايدك ابو جاسم محمد تقي مراسل القناه واللي متواجد الان في يعني باب قبله الامام الحسين. احنا شفنا هسه انه بدأت مواكب العزاء تدخل إلى كربلاء، طبعا مواكب العزاء قسم منها متواجدة على مقربة من كربلاء، وقسم منها خرجت 28 محرم 1 صفار 2 صفار ووصلت الآن، وما زالت أيضا الآن مواكب متواجدة أيضا بالطريق. هذه المواكب إن شاء الله توصل في ليلة 40 الحسيني، فلهذا تحياتي إلى كل إخواننا أعزائنا في الإعلام بشكل عام الذين ينقلون هذه المراسيم وينقلون هذه النفحات القدسية التي نراها واضحة المعالم في كل حركة يتحركها الزائر أو الموكب الكريم. إذن هكذا هي كربلاء تصنع الرجال حلم كان يراود يزيد بن معاوية على أنه قد انتصر على الحسين عليه السلام، ولكن جاءت هذه الاستغاثة التي اعتبرها الآخر على أنها عملية تراجع للإمام الحسين عليه السلام، جاءت هذه الاستغاثة لتترجم على الأقل الآن ما نحن فيه عندما نرى الأبطال من القوات الأمنية والحشد الشعبي الذين انتفضوا على كل إنسان يحاول أن يمس الدين بشكل عام وبعقيدتهم بشكل خاص. وما الاتصال اللي حصل مع البطل محمد الغراوي
رائد محمد وغيره من الأبطال، له تجسيد واقعي عن يعني الانتماء إلى العراق والانتماء إلى الدين والانتماء إلى المرجعية والانتماء إلى المذهب الحق. ولهذا عندما كانت الهجومات يعني تبدأ بلبيك يا حسين، هذه الهجومات التي كان الجميع ينادي بها لبيك يا حسين، الآخر يعتبرها طائفية فليذهب إلى حيث يذهب، نحن ننادي بالحسين الإنساني. هذه في كل مرة أنا أكرر هذه الكلمة، الحسين الإنساني، الحسين الذي تحدثت عنه المسيحية في إحدى الأناجيل وهو إنجيل متى عندما قال وأن للرب ذبيح على شاطئ الفرات. هكذا نرى الحسين وترجم سيد الشهداء بأفعال الأبطال من القوات الأمنية والحشد الشعبي البطل ومن ساندهم ودعمهم وتواجد معهم في كل وقت ليقول أن دمي ليس غاليا وأنت تعطي الدم مقابل أن تكون هذه المراسيم مصانة وأن يكون اسم الحسين عاليا وأن يكون شعار لبيك يا حسين إنما هو الغالب في كل شيء. هكذا علمتنا كربلاء، نعم هكذا علمتنا كربلاء. ولهذا دائما كنا نتكلم مع إمام زماننا الحجة ابن الحسن في شهر رمضان ونقول له يا أيها المولى الولي ومن به الشرف العلي ومن به أنا واثق لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك ومن عداك فطالق كم يعذلوني في هواك تعنفا. هذا قلبي يا مولاي خذه إليك هدية، كم يعذلوني في هواك تعنفا. أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق إلى قطع الأنفاس. ولهذا نبقى وننادي ونكرر ونصرخ بأعلى أصواتنا عندما يأتي الحسين عليه السلام أمامنا، إنما يأتي ثورة ومنهج وطريق نسير عليه. هكذا رأينا سيد الشهداء عليه السلام. ولهذا أنا أختم بأبيات لطالما سمعها الناس مني وأحبها الكثير من الناس، ليس لأني أنا ألقيها ولكن لأنها تحمل الكثير الكثير من المعاني القدسية لسيد الشهداء عليه السلام الذي نتحدث عنه كروح. عذرا إذا انقطع الكلام فالروح يقتلها الحنين يا أبا عبد الله، عذرا إذا انقطع الكلام فالروح يقتلها الحنين وأنا المقيد بالهوى والحب قيد لا يلين. أعذرني يا حسين فالحب قيد لا يلين، هيهات أنسى كربلاء. لا والله هيهات أنسى كربلاء وأنا بذكراها سجين، سأظل أذكر كربلاء يا حسين وأظل أهتف يا حسين، سأظل أذكر كربلاء وأظل أهتف يا حسين. لبيك داعي الله، لبيك يا شهيد، لبيك يا مظلوم، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
الجسم شفت المنارة فهم قلب الإشارة شليت راية حبيبي بدا يوم الزيارة شفيت حب الحقيقي أضل ماشي بطريقي